دفعت القوات المسلحة بعدد من اللجان التجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين. يأتي ذلك في إطار التيسيرات التجنيدية التي تقدمها القوات المسلحة لإبناء المناطق الحدودية. في إطار التيسيرات التجنيدية التي تقدمها القوات المسلحة لأبناء المناطق الحدودية، قامت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة بدفع عدد من اللجان التجنيدية والقضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من قاطني المحافظات الحدودية وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية مجاناً في أماكن تواجدهم. ففي محافظة شمال سيناء، وانعكاسا للأمن والاستقرار في شوارع مدن شمال سيناء، استقبلت اللجان التجنيدية في مدينة العريش على مدار عدة أيام المئات من أبناء المحافظة لإنهاء إجراءات المعاملة التجنيدية وتسليمهم شهاداتهم. وأعرب أبناء المحافظة عن خالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية عليهم. هي تسهل القوات المسلحة، نشكرهم ونشكر جهود اللجنة معنا، ماشي عملوا معنا مجهود، يعني وقفوا معنا موقف طيب جدا القوات المسلحه. بدل من الواحد يروح الزقازيق ويجي اربع مرات ثلاث مرات، هم في يوم واحد خلصوا لنا كل حاجه. يعني اجت اللجنه وتعبوا، يعني الصراحه يشكروا عليه. وتوافد ابناء محافظه مطروح على اللجان التجنيديه التي استقبلتهم على مدار عده ايام لانهاء اجراءاتهم بتسليمهم شهادات المعامله التجنيديه والرد على كافه استفساراتهم التجنيديه. طبعا الشباب عندنا هنا يعني كان هو صعب جدا عشان يروح التجنيد في اسكندريه او في القاهره، لكن النهارده بيخلص في يعني يمكن ساعات قليله جدا. يعتبر جايينهم لغايه بيوتهم، تقول لك خد شهاده بالمجان عشان تقدر تعيش حياتك، تقدر تسافر، تقدر تعمل جواز. الحمد لله، هذا شيء نفخر به جميعا، نحن ابناء القبائل وابناء الصحراء الغربيه على الحدود، هذا شيء نشكر به القوات المسلحه. دلوقتي في تسهيل بقى، بتيجي اللجنه لحد عندنا هنا ومعامله بسم الله ما شاء الله. يعني الواحد ممكن ينزل عندي تحت عشان يخلص الورق، لا هو وقف مطروح ومكانه في محافظة مطروح بما فيها جميع مراكزها، السلوم، السيوة، براني، نجيلة، الحمام، العلمين، الضبعة، رأس الحكمة، كل محافظة مطروح متواجدين هنا، باسمهم كلهم جميعا نشكر القوات المسلحة. واستمرت اللجان التجنيدية في تقديم التيسيرات لأبناء حلايب وشلاتين على مدار عدة أيام لإنهاء إجراءات المعاملة التجنيدية لهم. القيادات مشكورة، جات شرفت حلايب وتكونت لجنة متكاملة من كل الأجهزة والقضاء، يعني لتسهيل وتيسير تنفيذ الأوراق التجنيد لأبناء مدينة حلايب. هنا نبعث تهانينا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نقول له تهانينا بأهالي حلايب وأبرماد والشلتين، كل سنة وأنت طيب وربنا يحفظكم. وهنا دائما فخورين بقوات المسلحة، هم الدرع الأوفر. الحمد لله ما قصروا معنا في كل كبيرة وصغيرة. أنا ابني ضابط في القوات المسلحة. ليه؟ لأنه ده شرف، لأنه مصر هي أم الدنيا. النهاردة احنا بصدد قوتنا المسلحة بتقدم خدمة لأبناء المنطقة، بالنسبة له دي فرحة كبيرة عارمة، يعتبر إن هو لغاية مكانه بيجي يستلم الحاجة دي. ده الحمد لله، يعني ده شكر كبير للقوات المسلحة وإدارة التجنيد، يعني جات لحد مدينة حلايب ومدينة الشلاتين بتسهل الأوراق، يعني الحمد لله يعني بنشكرهم جدا جدا. يعني توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بصفة مستمرة بتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن وخاصة أبناء المناطق الحدودية والنائية لبعد المسافات الكبيرة بينها وبين مناطق التجنيد، فإحنا بننتقل لهم بصفة مستمرة، بنتحرك في كل المناطق الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للشبان والمواطنين من أبناء المحافظات والأماكن النائية في مكانهم وبدون أي رسوم. وكذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف والعلاج المجاني اللازم لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد، كما تم توزيع هدايا عينية وكميات كبيرة من الحصص الغذائية المجانية على الأهالي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم،
تأتي تلك الجهود انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق النائية وتوفير أوجه الدعم الكامل لأبناء تلك المحافظات. نشكر القوات المسلحة على دعمها في هذه المنطقة، منطقة حلايب وأبو رماد وشلاتين، على دعمهم وعلى وقفتهم مع شباب حلايب وشلاتين. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والله نحن بصراحة مشكورين على القوات المسلحة وعلى خدماتهم وعلى اهتمامهم كلهم. كل حاجة والقوات المسلحة موجودة وواقفة معنا يدا على يد. شكرا يا قوات المسلحة، بارك الله في، تحيا مصر، تحيا مصر.